زرت الإمارات ثلاث مرات في ثلاث أسابيع، جئت إلى البلاد وخرجت منها، وجئت مرة أخرى إلى البلاد وخرجت منها، وجئت مرة ثالثة إلى البلاد وخرجت منها، وغدا سأعود إلى بلادي ثلاث مرات في ثلاث أسابيع. وكانت هذه مصادفة أن يكون حضوري ليلة عيد الميلاد، وفي كل مكان أرى عيد ميلاد الميلاد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، كل شيء في الدكاكين في الفندق، الموسيقى تصدح، يبقوني مستيقظا حتى الثانية صباحا، رجال ونساء يرقصون ويغنون ويصخبون. ماذا يحدث؟ فقلت: أيها الناس، ما تفعلون؟ يقولون: نحتفل بعيد الميلاد، ولكن أريد أن أعرف وما ذلك الكريسماس؟ معناه ميلاد المسيح، اليوم الذي ولد فيه المسيح. ولكني أسأل: ما هو الكريسماس؟ يوم الميلاد المسيح. فأسأل: ومتى ولد؟ وطبيعا يقول: 25 من ديسمبر، لأن أكثر من بليون مسيحي في العالم يحتفلون بيوم 25 من ديسمبر كيوم ميلاد عيسى المسيح عليه السلام. هكذا 25 من ديسمبر، لأني أعرف برهانه. الله يقول: أسأل عن برهانه، إني أعرف برهانه، ومن ذلك العلم عندي أسأله. هل يقول كتابك كتاب العهد، هل يقول أنه ولد في 25 من ديسمبر؟ فيصيبهم هذا بالدهشة، طبيعي، لأنهم لا يعرفون أنه اليوم يحتفلون به. فأقول لهم: لا يوجد شيء كهذا في الإنجيل كتاب العهد، لا يوجد شيء اسمه عيد ميلاد أو 25 من ديسمبر. من أين جاءوا بهذا؟ أقول: انتبه، عيسى المسيح لم يولد في 25 من ديسمبر. ثم أسأل: ما هو يوم ميلاد؟ فيقول الشخص لي أنه 30 من يونيو. فأقول له: دعنا نحتفل بيوم ميلادك في الأول من يناير، لأنه من السهل تذكره للجميع والجميع يكون سعيدا. فيقول: لا، هل تجمع على هذا؟ فيقول: لا، ليس سعيدا بهذا، يوم ميلادي هو 30 من يونيو. فأسأله: ولكن عيسى المسيح هل ولد في 25 من ديسمبر؟ القرآن والإنجيل يقولون عكس ذلك. يقول: ماذا؟ أقول: إنجيلك والقرآن كلاهما يقولان عكس ذلك، وهذه فرصتي الآن لإيصال رسالتي. أي سبب يجعلني أوصل الرسالة؟ أي سبب؟ أجد الآن الحكمة. ربنا يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهكذا بالوسائل الحسنة، وهكذا. هذا ما أجده. فأسألهم: ماذا تقولون؟ القرآن والإنجيل يتفقان، عيسى المسيح لم يولد في 25 من ديسمبر، إذن ما هو الدليل؟ What is the evidence? الدليل هو، أقول: كما تعلم، عندما ولد عيسى حسب ما ورد في الإنجيل، حسب القديس لوقا العدد الثاني الإصحاح الثامن، يخبرنا أن الليلة التي جاء فيها الملائكة وجدوا الرعاة كثيرون في البرية، وأن الرعاة قد أخبروا أن الوليد وضعته امرأة في بيت لحم، بشارة بميلاد عيسى المسيح. الرعاة كانوا في المراعي، ولكن 25 من ديسمبر يصادف نصف منتصف الشتاء في فلسطين. لا يمكن لأي يهودي مهما كان أحمقا ليكون بالخارج في الحقول مع غنمه، لأنه سيموت وغنمه من البرد. فلا بد أنها كانت ليلة دافئة ليكون الناس في العراء في الحقول، ليس نصف الشتاء، أشد أيام الشتاء بردا. والقرآن الكريم أيضا يخبرنا في سورة مريم الآية 25 أن ملاك الرب قد أمرها أن تأكل، تأكل من التمر الذي بأعلى النخلة التي كانت تحتها، لتقع عليها، تهز النخلة لتقع عليها التمور. لا تحتاج لتكون عربيا أن تعرف أن الرطب يطلب في نصف الصيف. القرآن يقول أنها في منتصف الصيف، والإنجيل يقول أنها نصف الصيف، ولكنكم تحتفلون به في منتصف الشتاء. من أين جئتم بهذا؟ وهزي إليك بجذع النخل الساقط عليك. هكذا هذا بالنسبة لي
هي أكثر الوسائل طبيعية وجمالا لإثبات رأيك من كتابه وكتابه. تقول أنا معكم، ولكن الآن وضح أنكم فارقتم الجادة وتحتفلون بالمناسبة في 25 ديسمبر. هذا ليس يوم ميلاد عيد